شهدت سوريا على مدار سنوات تنافسا وتزاحما بين روسيا وإيران لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لتصبح الأرض السورية رهن سيطرة حليفين أو كما يسميهما النظام صديقين. على الصعيد السياسي بدا واضحا مؤخرا تباين وجهات النظر بين موسكو وطهران فيما يتعلق بسوريا وعلاقتها مع جيرانها والوضع الإقليمي. الأصدقاء واعون تماما لما نتحدث به وهم يعرفون هذا الموقف منذ المبادرة الأولى التي حصلت قبل 5 سنوات بالمناسبة. تجلى هذا التباين بوجهات النظر في مسار التطبيع التركي السوري الذي عاد إلى الواجهة مؤخرا، حيث بدأ أن هناك شبه غياب للجانب الإيراني عن هذا المسار مقابل دعم روسي كبير. التنافس بين الحليفين تجلى بشكل أكبر على الصعيد الاقتصادي، فمنذ عام 2011 بدأت موسكو وطهران بالتزاحم لتحقيق مكاسب اقتصادية مقابل تقديمهما الدعم العسكري. وذكر تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن موسكو وطهران تنافستا على عقود بقطاعات الطاقة والفوسفات والزراعة والعقارات في سوريا، وتزايدت حدة التنافس بسبب عدم وجود آلية شاملة لتنسيق الاستثمار بينهما. من خلال مقارنة الاتفاقيات الاقتصادية المعلنة التي وقعتها روسيا وإيران مع النظام السوري، يمكن ملاحظة أن موسكو حظيت بعقود استثمارية ذات أهمية كبرى، على عكس إيران التي اهتمت بالكم على حساب النوع، حيث وقعت 126 اتفاقية منها 78% غير مهمة وفق تقرير لمركز جسور للدراسات. طبعا مصلحة النظام السوري وبشار والحكومة السورية ككل مصلحتها مع الأقوى أنه بمجلس الأمن هو اللي يدعمها، لما تصير مشاكل مع تركيا روسيا تدعمها، لما تصير مشاكل مع بعض الدول العربية أو بعض الدول الجوار أو بعض يعني الفصائل على الأرض روسيا هي المسيطرة وإلى يعني إلى مداخلات مع الأتراك وإلى مداخلات مع الجيش الحر وإلى مداخلات مع الأكراد بكل تفاصيلهم. فالشيء المنطقي أنه تكون هي الأقوى وتتفوق على إيران، يعني هذا الشيء الطبيعي. على الصعيد العسكري ثبت حليفان نظام أقدامهما على الجغرافيا السورية منذ دخول إيران عسكريا عام 2013 وبدء التدخل الروسي عام 2015 وخوضهما معارك وتزويدهما النظام بالأسلحة والعتاد. حتى منتصف العام الحالي بلغ عدد المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا 529 موقعا، في المقابل زادت روسيا عدد مواقعها العسكرية في سوريا خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، حيث ارتفع عددها من 105 مواقع إلى 114 موقعا. النظام السوري الذي ضمن استمراره بدعم موسكو وطهران ومع تطورات محتملة تؤدي إلى تعارض في مصالح الطرفين يناور في مساحات ضيقة، فقد رهن مستقبل سوريا الاقتصادي والعسكري لحليفيه، وعلى هذا الأساس فهو يحتمي بأحدهما عندما يتعرض لضغط من الآخر. مرة بظروف معقدة جداً.